إذن مشاهدينا رجعنا لكم من بعد ما شفنا التقرير الرائع. طبعا ويانا مباشرة عبر السكايب من تركيا الدكتورة منار عمران، دكتورة علم سايكولوجي من إيطاليا، حتى هي تعطينا كل المعلومات عن الصيام ومفهوم الصح. مساء الخير عليك دكتورة. مساء الخير عليك دكتورة، أهلا بيش نورتينا. مساء الخير، أهلا وسهلا حبيباتي. شكرا لك دكتورة. بالبداية مثل ما شفنا بالتقرير أنه كلمة الصيام كل حرف من عدها يدل على شيء معين، ولكن يمكن الأشخاص هسه اليوم لما يشوفون هذه الكلمة يعني ما راح يجيب بالهم كل هذه التفاصيل. حابين نعرف من خلالك منين اجتي كلمة الصيام وشنو كانت أساسها وشنو الأحرف اللي بيها شنو على شنو تدل بالضبط؟ نعم، في الحضارات القديمة كانوا يعتمدون يعني قبل أن نكتب الكلمة هي كانت أصوات، نستخدم صوت يعني حتى من الدلع مثلا إجا الذئب وكانوا يعملون صوت الإنسان القديم قبل، هاي كلها كتب التاريخ تقولها. فمن ضمنها كلمات صلاة، كلمة صوم، الحروف كلها يعني حتى حرف ألف صوت شيء وشكل شيء آخر يرمز إلى. فإذا اللغة في البداية طبعا هاي المعلومات كلها موجودة متوفرة على متصفحات في الانترنت. نعم. كلمة صوم، صوم هي عبارة عن ثلاث مقاطع. نعم. ص أو طبعا العلم شو يقول؟ يقول ص هي معناها إش، اسكت لا تتكلم. نعم. وهاي تجي صوم يعني. والأم بالعلم طبعا شرحناها حرف الواو شو يعني، حرف الميم شو يعني بالتقرير ذكرتوها. أم صوت الكون، يعني التلسكوبات والأقمار الصناعية لما يلتقطون أصوات الكون يسمعون صوت يقول طبعا هذا نستخدمه بالعلاجات السيكولوجية حتى يطلع مخزون اللاوعي. دائما نقول للي يجينا استشارات يقول وتنفس عميق العلم أيضا يقول لما يخلون السونار ويشوفون الجنين في رحم أمه الجنين يسمع فقط صوت أم ومنه اشتقت كلمة أم على فكرة، أمي مادر، دائما تلاقون حرف الاو والام مرتبطين مع بعض. فكلمة صوم تعني السكوت عن كل ما هو ضجة في العالم الخارجي والدخول الى العالم الروحاني او عالم الروح. لذلك من الموروثات اللي عندنا كمسلمين انه الشياطين وكل العوالم الجن و يصفدون في هذا الشهر الروحاني. في لما انزل القرآن في رمضان في 27 او يعني مختلف عليها ليلة القدر، هي كانت يعني في الموروثات وفي حديث الرسول هي تم عزل كل القوى الكونية من جن وشياطين وعفاريت وعرفوا هم عرفوا لأنه تسكرت الأبواب اللي يقدرون يصعدون ينزلون منها، فعرفوا أنه بعث النبي الموعود في هاي الأرض. فهاي معنى كلمة صوم، أنه إسكات كل ما هو خارجي وسماع صوت الروح. لذلك العرب في السنة الثانية للهجرة اختاروا رمضان هو شهر الصوم. لكن قبل العرب هو موجودة نظام الصوم كان، لكن هم ارتأوا أنه يكون الشهر الذي أنزل فيه القرآن. طيب دكتورة، ما هو المعنى الحقيقي للصوم أو للصيام؟ الصيام في الحضارات القديمة قبل حتى موسى، قبل الديانات الإبراهيمية، الصوم هو معناه تضامن. يعني كلمة صوم تفسيرها الفعلي يعني احنا قلنا معناها الحرفي شو هو؟ الانقطاع عن كل شيء خارجي، كل ملذات الدنيا والتوجه إلى الروحانية، هاي المعنى الحرفي. لكن المعنى الفعلي للكلمة هو تضامن، أن تكسر، عرف النبي شعيب أن تكسر للجاع خبزك وتدخل المسكين الطريد بيتك. يعني مو أنا أصوم وأصلي وأكل حقوق الآخرين، لا، صوم مرتبط دائما، حتشوفه حتى في القرآن وفي كل الكتب المقدسة كلمة صوم تجي دائما معها رحمة، كلمة رحمن أو رحيم أو رحمة، دائما هو مرتبط بالرحمة. إذا الصوم هو تضامن لا أكثر، يعني حرفيا هو تضامن مع الآخرين. نعم. طيب دكتورة، ممكن الواحد يصوم يعني غير شهر رمضان؟ بما أنه إحنا مثل ما قلتي أنه هذا الشهر هو شهر الروحانية وشهر الواحد ممكن يغير به هواية من الأشياء أو السلوكيات اللي خاطئة اللي تكون به الواحد، يمكن همينة محتاج يعني مو فقط بشهر رمضان أنه هو خلينا نقول يبدي يتغير من نفسه ويكون إنسان جديد، ممكن يصوم بغير أيام رمضان؟ طبعا ممكن، كثير ناس يصومون يعني سواء كانوا من غير أديان أو مسلمين كثير يصومون، شوفوا يصومون اثنين أو خميس أو السبت أو كل واحد يختار يعني حسب النذر. في الحضارات القديمة يعني لو نقرأ قصة شمشون الجبار، لو نقرأ قصة صموئيل النبي، طبعا هذول من القضاة والأنبياء كانوا في زمن
بني إسرائيل، وهم حتى الرسول ذكرهم كثير يعني، نعم، مذكورين أصلا في القرآن يعني في الأحاديث، أحاديث الرسول. النذر دائما مرتبط بالصوم يعني، دائما حتى أنا جدتي نذرت، كان يموتون أولادها فنذرت أنه لو عاش لها طفل سواء ولد أو بنية، لو عاش لها طفل نذرت طول عمرها تصوم يوم بالأسبوع. ويشوف الناس من تريد تغير خلقها يعني، كثير ناس موجودين في عالمي أنا مثلا أصدقاء وكذا، يقول أنا من أريد أغير خلق أنذر أصوم يوم، حتى أذكر دائما أنه هذا أسلوب حياة، أنه أنا أصوم هذا اليوم حتى أغير هذا الخلق عندي. فالصوم دائما مرتبط بتغيير سلوكيات الحياة، وهذا وارد في القرآن على فكرة. الصوم آية، هذا ما تنتبه له كثير من الناس، الصوم آية. لما زكريا بشر الملاك بيحيى قال له وما هي آيتي؟ قال له آيتك أن تصوم لا تكلم الناس، آية، صوم آية في الحضارات القديمة قبل الإسلام. وأيضا مريم العذراء، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. شوف الصوم كيف مرتبط بسلوكيات الحياة. وفعلا هو أنا كسيكولوجية، معالجة سيكولوجية، لما أقول للإنسان كف عن هذا الشيء، كف يعني صوم، بطل خوف، بطل قلق، بطل يعني، نعطيه أساليب حياة وتمارين هي في الحقيقة صوم، صوم عن الخوف، صوم عن الرفض، صوم عن القلق، صوم عن التوحد، أغير تغيير أساليب الحياة. هو هذا نقدر إحنا نصوم، فنقدر دائما نصوم إحنا، نعطي إعازة لنفسنا. هو رمضان يجينا كل سنة حتى يذكرنا، يذكرنا أنه أنت تقدر أيها الإنسان تغير الكثير من نفسك. نعم. طيب دكتورة، رمضان هو تهذيب للنفس يعني، صح هالشي؟ وشلون يصير هالشي؟ شلون واحد أنه ممكن يسوي هالشي؟ انقطاع الصوم هو انقطاع عن الأكل والشرب وانقطاع عن الملذات. إذا أنا الشيء اللي أحس أنه هو غير أخلاقي أسويه، سواء أكل الحقوق، طبعا أنا أتكلم كثير عن أكل الحقوق لأن صارت حالة شائعة يعني، يعني ممكن كثير ملايين الناس هسه تصوم وتصلي وهو ماكل حق أخوانه بالميراث، أو ماكل حق أولاده، أو ماكل حق شريكة بالتجارة، أو واحد مثلا يطلب فلوس، أو سوبر ماركت، كثير ناس تصوم وتصلي والسوبر ماركت يطلبها فلوس يعني. فهو الصوم انقطاع عن شيء يؤذي الآخرين. فلما أقول هذا الشيء خليني أشتغل أجيب فلوس وما أكل حق الآخرين، خليني أشتغل ما أظلم نفسي ولا أظلم آخر، هو هذا في الحقيقة انقطاع عن الخطأ. هو الصوم معناه انقطاع عن فعل شيء يؤثر على أخلاقي أنا يؤثر على أخلاقي أنا، مش على الآخرين يعني، ما ألبس قناع أنه أرضي الناس، لا، أنا شو خلقي. فتقويم الصوم هو تقويم لأخلاق أريدها لنفسي، عشان نفسي مش عشان الآخرين. نعم. طيب دكتورة، خلينا أيضا نتكلم عن الصيام في الحضارات القديمة، شلون كانت؟ شلون، هل هي نفس الشيء مثل هسه؟ لو تبدلت تغيرت أكو أشياء بيها؟ الصوم الحقيقة أن الصوم في قديم الزمان يعني، حتى في بداية الإسلام، نعم، هو انقطاع عن الأشياء اللي تؤذي الآخرين يعني، مو فقط يعني أكل وشرب، ترى هذا صوم أطفال يعني، أول ما نجي نعلم الأطفال صوم نعلمه أنه تنقطع عن الأشياء اللي تحبه، تأكل شوكليت توقف شوكليت، تأكل كذا. طبعا أنا في روما علمونا كثير هناك اللي درسونا في الجامعة، علمونا كثير أنواع للصوم، مثلا أنه كل يوم أنت مثلا تحب تأكل 5 بيضات، لا، تأكل بيضة وتخلي 4 للفقراء. فخلال شهر أو خلال 50 يوم، عدة أصوام، في مثلا المسيحيين عندهم 50 يوم، اليهود عندهم غير أصوام اليزيدية غير، فكل كل يوم أنا وفرت 4 بيضات للفقراء، أو فلوس 4 بيضات للفقراء، تطلع لي مبلغ يعني بالشهر، يطلع لي 300 دولار أروح أوزعها على كم فقير. صح. فهو هذا معنى الصوم، هذا كان معناه طبعا حتى في بداية الإسلام، وحتى في عصر الدولة العباسية، في عصر الدولة الأموية، بعدين تغير صار أكل وشرب، يمكن في القرن 20 صار عبارة عن أكل وشرب يعني، رجعنا بالوعي إلى تخلف أكثر. لكن حقيقة الصوم هو انقطع عن ما أحب حتى أتعلم خلق الأكل والشرب بداية. لكن اليوم الأكل والشرب متوفر يعني، إحنا مو مثل زمن الرسول أو زمن الصحابة كانوا يأكلون على تمر وخبز، هم أصلا ما كان عندهم أكل. فمن يجي الصوم كان صوم انقطاع عن شيء يؤذيني ويؤذي الآخرين، عن خلق معين، فانقطع عن الأكل حتى أتعلم وأرتقي إلى وعي أعلى، الوعي الأعلى. تمام. الحين هذا راح، صرنا أكل وشرب، أكل وشرب أوكي، وبعدين ينتهي رمضان رجع الأكل والشرب وما تغير بينا ولا شيء. ففي القرن 20 تقريبا، في 100 أو 150 سنة الماضية، دخلت علينا أمور كثيرة غيرت من تقاليد الصوم الحقيقية.
طبعا الصوم قرار شخصي، يعني انا اتكلم يمكن ملايين يسمعون، الاف يسمعون، ما حد ياخذ بالكلام، واحد ياخذ بالكلام واحد، هذا نعم. قرار شخصي. الصوم هو قرار شخصي، فكل واحد يعني باللي يعجبه، بس هو مو اكل وشرب، لا هو ابعد من اكل وشرب. صحيح. نعم. طيب دكتوره، احنا قبل ما نستقبل حضرتك شفنا بالتقرير وانذكرت انه انت كاتبه جمله كلش حلوه، انه الصيام ان نتوقف، نصوم عن عيب ما، ثم نتأرجح بين الماضي والحاضر، ودعوة وقرار وحوار. شنو كنتي تقصدين بأنه بين نتأرجح بين الماضي والحاضر ودعوة وقرار وحوار؟ نعم، بين قبل رمضان وبعد رمضان في نعم. شهر اسمه رمضان أو صوم الخمسين، خلينا نقول، يعني طبعا هسه مصادف صوم الخمسين وصوم اليزيديين وصوم نعم. اليهود، كله مصادف بهاي الفترة. نعم. أصلاً هو زمن الصوم لو تجين عليه، يعني حسب الأبراج والأقمار وكيف القمر طبعاً هو القمر يتحكم بالصوم. فكل هذا تزامن يسموه الزمن المقدس، هذا الزمن يسموه الزمن المقدس اللي نعم. هو بين الكريسماس وبين نيسان، اللي هي في الحضارات القديمة السومرية هو شهر الزواج، خلينا نقول بين السنة القديمة، بين انتهاء السنة الطاقية القديمة وبداية السنة الطاقية الجديدة، يسموه زمن مقدس صوم. هذا من زمان سومر موثق هذا الشيء. نعم. فهذا الزمن هو انتقال تأرجح. في حكمة قديمة تقول، أعتقد قالها أبو سفيان، لا يمتلئ القلب بالجديد بسرعة. يعني أنا لما عطشانة أو أريد شيء معين وشربت مي، مو جسمي كله ارتوى، انا هنا وصل المي، فرمضان يعلمنا هنا. نعم. لكن الجسد كله لما يتشبع يحتاج دقائق. فازمنه الصوم هي انتقاله من خلق او اخلاق قديمه الى اخلاق جديده. نعم. ارجع بعد رمضان اقول طيب انا تعلمت برمضان هذا الشيء، لا خليني ارجع على القديم، لا خليني اكل حق، لا خليني اعمل كذا، خليني اسرق، خليني اعمل كذا، خليني اكذب. طبعا خاصه الكذب، الكذب اللي صاير كثير متفشي بالعالم هو هذا سوء، يعني هذا الكذب. صح. فاللي فقط يكف عن الكذب طبعا راح يجي بعدين الاختبار. احنا دائما نقول بالسايكولوجي دروس دروس دروس، يجي الاختبار. نعم. فبعد نعم. رمضان انت شو شبعت باخلاق تتارجح بيها مرجوحه، بعدين يجي الاختبار تفشل او تنجح، هذا يعود لك. فاذا هو التغيير كله قرار شخصي. نعم فعلا، يعني ما شاء الله عليك دكتورة منار، يعني دائما الحوار وياك ما ينمل من عنده. أكيد. وتاخذينا بخلينا نقول مكان ثاني وطاقة حلوة. شكرا لك. شكرا لوجودك. شكرا لك طبعا، انطيتينا معلومات كلش قيمة. فعلا. واحنا كنا يمكن فاهمين المفهوم غير شيء، لكن انت صححتينا. شكرا لك. شكرا لك. رمضان كريم. تسلمون. شكرا لك.